السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوات، كما وعدتكم كان اللايف السابق حول تكيس المبيض وكيس المبيض. تكلمنا على الفرق بينهما، الأعراض ديال كل نوع، كذلك بعض الاحتياطات التي يجب اتخاذها، وكيف يمكن للسيدة أن تعرف أنها مصابة بتكيس المبيض. إذا حنا غنحاول نديرو تلخيص لهذا اللايف في الفيديو. إذا أول شيء قبل ما نتكلموا على الموضوع، فأنا غنعطيكم فكرة على المبيض أين يتواجد وما هو دوره. إذا كما كتلاحظوا أنا عندي جهاز تناسلي للمرأة في مجموعة من الأعضاء، لكن اللي كيهمنا في الفيديو هو المبيض. كما كتلاحظوا فالمرأة تحتوي في جهازها التناسلي على مبيضين، الحجم ديالهم تقريبا 4 سنتيمتر. الا بغينا نعطيو تشبيه فهو الاقرب الى حبه اللوز. اذا الا بغينا نتكلموا على وظيفه المبيض، للمبيض وظيفه اساسيه في الجهاز التناسلي، فهو الذي ينتج البويضات، كذلك يقوم بانتاج الهرمونات الانثويه. غنبداو بالوظيفه الاولى اللي هي انتاج البويضات. كما كتلاحظوا عند مرأة عاديه فالمبيض يحتوي على اكياس اللي كنسميوها جريبات. خلال كل دوره جنسيه، مثلا امراه عندها دوره جنسيه تسمى تقريبا 28 يوم، يعني خلال كل دوره جنسيه المبيض يحرر بويضه واحده، كيف جريب واحد يتطور. عندما يصل الى مستوى معين، يعني واحد الحجم معين، تصبح البويضة ناضجة ويتم تحريرها فيما بعد لتصعد عبر قناة فالوب اللي مرتبطة بالرحم، لأنه في حالة حدوث الإخصاب فإن البيضة التي تشكل تتعشش، أو نقول تتم عملية تعشيش في الرحم. لكن البقايا ديال الجريب كما كتلاحظوا أنه كيس، أكيد بعد تحرير البويضة سوف تبقى لنا مجموعة من العناصر مثل الغشاء. هذه العناصر سوف تتحول إلى ما يسمى بجسم أصفر. أكيد هذا الجسم الأصفر ولو أنه بقايا ديال الجريب، إلا أن له دور مهم جدا، بحيث يقوم بإنتاج هرمون الجسفرون، ومن بين الهرمونات الجنسية الأنثوية اللي هي ضرورية. الو، بالنسبه للسيده التي تعاني من تكيس المبيض ماذا يحدث؟ اكيد ان هذه الدوره اللي تكلمنا عليها يحدث بها خلل. كيف؟ الجريب الذي يتطور ليحرر بويضه كما تلاحظون فهو لا يصل الى الحجم المرغوب فيه ولا يحرر البويضه، اذا يتوقف نموه وبالتالي يتراكم في المبيض. كما كتلاحظوا هنا عندي 5 ديال الاكياس المتراكمه باللون البني، اللي كتعني ان كل جريب لا يتمم نموه ولا يحرر بويضه، وبالتالي يتراكم في الجريب، يتراكم عفوا في المبيض، مما يخلف عده تكيسات، وهذه اللي كنسميوها بتكيس المبيض. اذا غنتكلموا على الشكل النهائي، يعني كما كتلاحظوا هنا عندي مبيض متكيس، في النهايه كيحتوي على عده تكيسات اللي كتراكم، وهذا الشيء كيخلي المبيض ينتج هرمونات اللي تكلمنا على الجسفرون والاستروجين، الهرمونات الانثويه يتم انتاجها بتركيز مغاير للتركيز الطبيعي، وبالتالي هذا يؤدي الى عدم انتظام دورة المرأة، يعني عدم نزول دم الحيض في الوقت المحدد. مثلا امرأة طبيعية ينزل دم الحيض كل دورة جنسية. ده بالنسبة للسيدة التي تعاني من تكيس المبيض، فأكيد أن الهرمونات التي يتم إنتاجها من طرف الأكياس الموجودة تؤثر سلبا على مخاطية الرحم، وبالتالي يمكن أن نلاحظ أن السيدة التي تعاني من تكيس المبيض يمكن أن يستمر الأمر إلى عدة أشهر. في حدود مثلا نقدر نلقاو امرأة لم ترى دم حيض خلال سنة او اكثر. اذا هنا بالنسبه لتكيس المبيض غنجيو نتكلموا على كيس المبيض ما هو. اذا اكيد مصطلحين مغايرين، عندنا تكيس ثم كيس. كما كتلاحظوا هنا عندي مبيض به كيس ومبيض عادي.
الكيس هنا كيف حصل؟ اكيد بالنسبة للكيس هنا فهو كيس واحد. كيف يحدث؟ غنرجعوا للحالة الاولى اللي تكلمنا عليها، قلنا ان المبيض يتطور الجريب ليحرر بويضة ثم يترك الجسم الاصفر الذي يستمر في انتاج الهرمونات. في حالة حدوث الاخصاب اكيد هذا الجسم الاصفر يستمر في انتاج الهرمون الجسفروم. في حالة اختفاء البويضة يختفي كذلك الجسم الاصفر، لكن في بعض الحالات نجد أن هذا الجسم الأصفر يتطور ليصبح كيس بحجم كبير، أو في الحالة الأخرى يمكن أن نجد أن هذا الجريب الناضج الذي لا يحرر بويضة يتطور بدوره ليعطي كيس كبير الحجم. طبعا يمكن أن يحدث في الحالة الأولى بالنسبة لتكيس المبيض، يمكن أن يحدث مرة حدوث تكيس، المرة مثلا الثانية يمكن أن يقوم هذا الجريب بتحرير البويضة. يعني هنا نجد أن الدورة عند المرأة غير منتظمة، مرة تنتهي بحدوث الطمث يعني حدوث نزول دم الحيض، وفي بعض الأحيان لا يتم نزول دم الحيض، وبالتالي يكون الانتظام غير موجود مما يدل على هذا التكيس. ده بالنسبة للأعراض اللي غنتكلموا عليها. غنرجعوا لتكيس، عفوا، كيس المبيض. إذا بالنسبة للكيس فالأعراض ديالو جد واضحة، خصوصا أنه يتطور ليصبح بحجم كبير مما يؤدي إلى انتفاخ البطن. يعني نلاحظ أن السيدة المصابة بكيس في المبيض أن بطنها منتفخ دون الحجم الطبيعي، كذلك يؤدي إلى ضغط على الأعضاء المجاورة. هنا أتكلم عن المثانة خصوصا والقولون، يعني أن المرأة المصابة أو البنت المصابة تصبح تحس بألم في منطقة الحوض، كذلك ألم على مستوى الكليتين، المثانة أو التبول الشديد، يعني التبول عدة مرات، أكثر من 7 مرات في اليوم اللي غنتكلم عليه. كذلك هو أن لهذا المرض، يعني سواء كيس أو تكيس المبيض، يمكن أن يحدث للأنثى العازبة كما يمكن أن يحدث للمرأة المتزوجة، وهو يكون خصوصا في فترة ما بين 15 سنة يعني بداية البلوغ إلى سن 40 سنة، يعني المرأة التي يكون فيها تكون قادرة على الإنجاب. عندما نتكلم عن أعراض تكيس المبيض، غنرجعو لتكيس المبيض، فعندنا هنايا مجموعة من الأعراض. لماذا سوف نركز على تكيس المبيض؟ لأنه هو الذي يعتبر أكثر خطورة، بحكم أن الكيس المبيض يمكن أن يختفي بدون أدوية. لماذا؟ في بعض الحالات نجد أن المرأة لا تظهر لديها أعراض، لكن عند الفحص عند إنجاز إيكوغرافي مثلا أو يقول لها الطبيب أنها تعاني من تكيس، لكن نجد أنها لا تعاني من أي أعراض. لماذا؟ لأن هذا التكيس يمكن أن يكون خفيف أو ذو حجم صغير، وبالتالي لا يؤدي إلى ظهور أي أعراض. فهذه الحالة يمكن المرأة أن تنتظر إلى حين اختفائه، لكن دائما يجب مراقبة طبية. لماذا؟ لأن هذه الأكياس إذا تجاوزت تقريبا 6 سنتيمتر فهنا يصبح من الضروري متابعة طبية، لأنه يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات أخرى، خصوصا أن هذا التكيس يؤدي إلى أمراض أخرى غير الجهاز التناسلي. على أي بالنسبة للأعراض قلنا التي يجب أن يتم الاحتياط منها وتكون واضحة وعلامات رئيسية لتكيس المبيض، سوف نجد وجود حبوب الوجه، يعني ظهور حب، مثلا سيدة لم تكن تعاني في الأصل من حب الشباب لكن عند وصول عمر معين يظهر فجأة. ثم بالنسبة للسيدة المتزوجة تأخر الإنجاب، لكن أهم الأعراض هو عدم انتظام الدورة. يعني عندما ترى السيدة أن الدورة الشهرية لديها غير منتظمة، كذلك اللي غنتكلم عليه كثافة الوزن. لماذا؟ بسبب زيادة هرمون الذكورة. ماذا يعني هرمون الذكورة؟ نعرف أن المبيض يقوم بإنتاج هرمونات أنثوية اللي هي أستروجين جسفرون مثلا، اللي كتؤدي الانتظام ديال دورة المبيض، تحرير البويضات، كذلك تؤثر على مخاطية الرحم لنزول دم الحيض في الوقت المناسب، وكتؤدي لظهور الصفات الجنسية الأنثوية. لكن
أكيد أن الجسم ديال المرأة كذلك ينتج كمية ضئيلة من الهرمونات الذكورية، هنا غنتكلم على الأندروجينات، لكن الكمية أو التركيز ديالها جد منخفض، مما يحول دون ظهور صفات الجنسية الثانوية الموجودة عند الذكور. السيدة المصابة بتكيس المبيض يتم إنتاج هرمونات بتركيز مختلف، يعني ظهور التركيز مهم بالنسبة لهرمونات الذكورة، وهذه الهرمونات هي اللي كتؤدي إلى ظهور شعر في مناطق غير مرغوب فيها، هنا اللي غنتكلم عليه هو الذقن خصوصا، وكذلك على مستوى الصدر وحلمة الثدي. بالنسبة لهذه الهرمونات فهي من بين التحليلات اللي كيقوم بها الطبيب للكشف عن وجود تكيس، يتم إنجاز تحليل ديال نسبة هذه الهرمونات، فإذا كان مرتفع فأكيد أن هناك تكيس. ده بالنسبة للعلامات، قلنا الرئيسية حبوب على الوجه، عدم انتظام الدورة، ثم زيادة هرمون الذكورة اللي كيتمثل في كثافة الشعر. يعني كيفاش غتعرف المرأة أو السيدة أنها مصابة قبلا بتكيس المبيض؟ عندما يظهر لها شعر في منطقة الوجه والذقن أو على مستوى الصدر. بالنسبة للعلامات الأخرى أو الأعراض الثانوية الأخرى اللي ما غاديش تمكننا من تحديد تكيس المبيض، لماذا؟ لأنها مشابهة لأمراض أخرى، مثلا عندنا الوزن، الخمول، تقصف الشعر، فهذه ضعف الرغبة كذلك، وتقلب المزاج. ما يمكنش لنا ملي نتوفر على هذه الأعراض نقولوا بأننا مصابين بتكيس المبيض، لأنها كتعتبر كعلامات ثانوية. بالعلامات الرئيسية ذكرناهم قبلا، كذلك من بين العلامات الرئيسية هو ألم في منطقة الحوض على الجانبين، يعني الجانب الأيسر أو الجانب الأيمن، مما يدل على تكيس المبيض. غنتكلموا على كيفية العلاج. أكيد أن العلاج هنا العلاج يهتم بتنظيم أو تعديل تركيز الهرمونات الأنثوية والهرمونات الذكورية، لأن هي الأصل في المشكل. لماذا؟ عند تنظيم نسبة الهرمونات أكيد أن المشكل سوف يختفي مع الوقت، لذلك يلجأ بعض الأطباء لوصف حبوب منع الحمل لبعض السيدات اللي كتكون كتعاني من مشكل في البداية ديالو، كذلك كاين أدوية خاصة اللي كنسمعو بها وهي خاصة بتكيس المبيض اللي كتؤدي إلى تنظيم وتركيز الهرمونات. لكن اللي غنتكلمو عليه هو أن بعض الحالة ديال تكيس المبيض يمكن أن يختفي لوحده، كما قلت، إن لم تظهر هذه الأعراض التي ذكرنا سابقا وهي أعراض رئيسية. يمكن للسيدة أن تحتاط وتستعمل أعشاب وريجيم خاص بتكيس المبيض في انتظار اختفائه، لكن إذا وصل إلى حجم ديال 6 سنتيمتر فهنا لابد من استشارة طبيب وتناول أدوية بانتظام ومتابعة طبية. اللي غنتكلموا عليه كذلك هو بالنسبة للريجيم خاص أو الحمية الخاصة بتكيس المبيض، يعني السيدة المصابة يجب عليها أولا مراقبة الوزن، لأن الزيادة في الوزن من بين الأسباب الرئيسية لتكيس المبيض، يعني على المرأة أن تهتم بغذائها أو التغذية، عليها أن تأخذ كمية هامة من الفواكه والخضر. بالنسبة للفواكه التي أصيبها فهي فاكهة الأفوكادو وبذور البابايا، فهي جد 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 رائعة في تنظيم الهرمونات سواء بالنسبة للإناث أو بالنسبة للذكور. كذلك قلنا بإضافة للأدوية التي تباع في الصيدليات، فهناك أعشاب يمكن استعمالها تساعد في تنظيم الهرمونات، خصوصا أن هذه الأدوية فهي تهم تنظيم الهرمونات بالضرورة عند السيدة المصابة. أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة، لأن أي موضوع سوف نناقشه في المجموعة سوف أقوم بتلخيصه على هذا الرابط، وشكرا على حسن متابعتكم.